الرب يحفظك من كل سوء. يعني مش نوع خفيف يحفظك منه ونوع تقيل تقع فيه، من كل سوء الرب يحفظك، من كل سوء الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. مشكلتنا أننا نفصل ما بين المشاكل وعناية الله. المشاكل موجودة وعناية الله موجودة، تخلي المشاكل لوحديها تنفرد بيك يبقى ضيعت نفسك من حفظ الإله. تحط عناية ربنا، ما تخافش من المشاكل. واحد يقول لك في مشاكل كتير، قل له في حفظ إلهي كتير. في ضيقات كثيرة، قل له في حلول إلهية كثيرة. الرب بيحفظ نفسك. هو ربنا ده خلق العالم وسابه؟ ما سابوش. أمال ليه اسمه الله ضابط الكل، واخد باله ماسك كل حاجة ضابطها كده؟ عينيه لا تنعس ولا تنام على أولاد. يحفظك جملة وتفصيلا. يعني ايه جملة وتفصيلا؟ يحفظك كلك من كل سوء. وايه تاني؟ وشعرة واحدة ما تسقطش الا باذن ابيك. شعراية واحدة ما تسقطش. فاذا كان شعراية ما تسقطش، فبالتالي كلك ما تسقطش. ده ضرب لنا مثل بالعصافير وقال اليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط بدون ابيكم، فكم بالحري انتم افضل من عصافير كثير. اذا كان ربنا بيرقب حتى العصافير اللي في الكون وما فيش واحد منها يقع بدون اذن ربنا، يبقى انت تخاف ليه؟ ليه قلبك خفيف؟ خليك شديد زي الحديد. بالايمان تؤمن ان الله بيشتغل، تؤمن ان الله بيحفظ، الله بيستر، الله بياخد باله، الله بيدفدف على اولاده. الانسان الذي يمتلئ قلبه بالايمان ويرى الله موجودا في حياته يحافظ عليه، يحوطه كده بجناحيه ويدفيه زي الدجاجه ما تاخد فراخها تحت جناحيها وتدفيهم، ما يتعبوش ابدا. مشكلتنا ان احنا اما بنخاف، لا اما ان احنا ما عندناش ايمان بحفظ الله. ومع ذلك نصلي في صلاة الشكر في كل مرة ونقول نشكر صانع الخيرات. ليه؟ لانه سترنا واعاننا وحفظنا. ما دام تؤمن ان الله بيحفظك، ليه بتخاف؟